هيا نستأذنكم قبل ما نبتدي في فعاليات هذا المؤتمر، عايزين نتعرف على ما جرى في المؤتمر السابق السنة الماضية. نشوف مع بعض فيلم قصير كده، فيلم تسجيلي بيعرض لنا أحداث المؤتمر الماضي. السيد رئيس الجمهورية، بعد نجاح المؤتمر الأول تعقد مؤسسة أخبار اليوم مؤتمرها الاقتصادي الثاني يومي 14 و15 من أكتوبر بفندق المأسف، لتكون مصر على موعد مع حوار مفتوح بين الحكومة ومجتمع الأعمال والخبراء في 11 جلسة عامة ومتخصصة للرد على أهم التساؤلات: إلى أين تتجه مصر في سياسات الاستثمار والسياسات النقدية والمالية والضريبية وسياسات العدالة الاجتماعية وأوضاع السوق السياحي والعقاري وموقف المشروعات القومية الكبرى؟ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، مصر طريق المستقبل، رؤية على أرض الواقع. الشريك البلاتيني بالم هيلز، مجموعة شركات ومصانع العربية، هيئة قناة السويس.